بكم مشاهدينا، أنا كورين فرحات، أرحب بكم في هذه الحلقة التي نرصد خلالها الخيوط المتشابكة بين الفن والهندسة والغربة والحنين إلى الوطن. كل ذلك مع محمد حافظ، المهندس والفنان التشكيلي السوري الذي التقيته في مشغله في نيو هيفن كوناتيكت في الولايات المتحدة. بين سوريا والسعودية تنقل محمد قبل أن يستقر في الولايات المتحدة ويكمل دراسته فيها، وكذلك حياته، فعاش في حالة اشتياق مستمرة، وعلى قاعدة حنينه الثابت إلى وطنه بدأ ببناء الشام القديمة من مواد متنوعة. أنا بفضل ما أحكي، لأنه مثلي مثل أي سوري عايش سواء بالبلد أو برا البلد، في جواتنا حزن عميق. فالشغل معمول متنفس إلي كإنسان عم بيشوف بلده عم بيتقطع مليون شقفة، وأنا واحد من هالأصوات اللي عم بيجسد هالمأساة. أنا اسمي محمد حافظ، مهندس معماري من سوريا، وظن فنان تشكيلي كمان. أنا ولدت بالشام بدمشق، وعشت فيها سنة واحدة وطلعنا على السعودية. من أيام الطفولة أنا دائما كنت ألعب بالليجوز. من الصغر عندي هالشغف بتركيب شغلات مع بعضها. بعد 16 سنة بالسعودية والدي قرر يتقاعد. لما رجعت على الشام وقتها يعني كان الاكتشاف والمرحلة العشق مع بلدي. حركة الحياة، البلد بتحسيه يعني قلب عم بينبع حياة. فحقيقة هذا شغفني بأول ما قعدت على سوريا. السبب اللي خلاني اطلع من البلد هو لتحصيل حلمي بتعلم الهندسة المعمارية. بعد ما تحقق الحلم واجينا على أمريكا، اكتشفت انه الفيزة الطالب لدخول مرة واحدة على البلد، فترتب على هالشي اني انحبست هون تقريبا 8 سنين ما اقدر روح على بلدي. فهذا الشي سبب اشتياق حاد للبلد، وهذا اللي خلاني ابدأ بشتغل بالستوديو إعادة بناء الشام القديمة من مواد لقيتها أنا عندي بالاستوديو. فأول قطعة كانت يعني بتذكر لحد الآن كتير منيح. الليلة هديك أنا قاعد مشتاق كتير لأهلي، فلميت وقتها كل شي زايد عندي، خشب وغراض وهي، وركبتها مع بعض. وبعد شي 3-4 ساعات طلعت عليها ولا هي لوحة بتشبه الشام القديمة. كمية الديتيل اللي حطيتها فيها بالأربع ساعات والواقعية يلي اللوحة عكستها، وقتها انتبهت انه هذا المجال ممكن يكون مفيد إلي من ناحية التجسيد طرف من بلدي أنا من زمان مشتاق له. أنا عندي تقديس للحياة اليومية بسوريا، فهي لما عملت التايلز لما تشوفي هالست الكبيرة هي بالنسبة إلي تعكس هالميموريز اللي أنا بتذكرها. فساد هي أول ما بلشت أشتغل بالجبسين، وكانت هي المرحلة اللي المهمة جدا بكيفية بناء شغلة من مواد جديدة، على أمل إنه القطعة بعد ما تخلص تشوفيها وكأنه هي قطعة من حائط عمره 1000 سنة بتاخد من سوريا.
الفسادز هي كانت مثل exploration بمجال التعتيق وبالتكنيك تبع شغلي، وهي كانت مرحلة مفصلية، لأنه لما انتقلت للمرحلة الأكبر بالشغل الأتقل الأضخم كان عندي الحمد لله السكيل اللي تعمل القطعة بشغلة أخف بس بشكل واقعي أكتر. أنا من أنا وصغير عندي حب للجرافيتي كوسيلة للهندسة المعمارية للتعبير عن نفسها. كمان الكتابة نوع من اللمسة يلي الإنسان بيتركها. نحن مجتمعنا بغالبيته مؤمن. هاي السيريز كانت exploration بالخط العربي والآيات القرآنية والتراث إجمالاً يعني. الغربة بتفيقك على شغلات، وهذا شيء طبيعي بجميع المغتربين بظن. لما تركت الشام حسيت قديش في شغلات أنا معلق فيها بشكل كبير. أكتر شيء الحياة الاجتماعية، وبتشوفين هذا بشغلي. unsettled nostalgia، حالة الاشتياق الغير مستتبة. البلكونات اللي جنب بعضها، حبال الغسيل اللي عم بتروح بين بيت للتاني، واحد عم بيحط تليفون على البلكونة، التاني حاطط راديو عم بيسمع على أم كلثوم. هي طبقات من المجتمع، من الحياة، وهي الطبقات هي الكنز اللي عنا ببلادنا. نحن ربينا ما نسأل على لون، على طائفية، على دين. هذا أكتر شيء اللي أنا بشتاق له. أول ما نزلت كانت بالألفين وإحداش، قضيت معظم وقتي عم بتمشى بالشام القديمة. كنت هيك شوف هاللحظات هاد، إنه هذا هو الذهب اللي عنا. أقعد بالساعات عم بتمشى ومعي هالتليفون وأنا عم سجل المحادثات والأصوات، وجزء منها كانت بصحن الجامع الأموي. فوت على الجامع، الأولاد عم بيلعبوا، الأذان عم بيطلع، التذكير عم بيصير، البياعين عم بيحكوا مع بعض. هذا الشيء كمان تكرر بعدة مناطق، مساجد، كنايس، شوارع عادية، أهاوي. هالتسجيلات كلياتها بحال السلم سجلتها. أنا ما بعرف ليش سجلتها، لعله كان في إحساس داخلي عم بيقول لي سجل، بجوز هاي آخر مرة تكون بالبلد. من عطشي ومن شوقي للبلد كنت عم شوف كل شيء بمنظور تاني. بعد 4 سنين من الحرب والدمار وأنا عم بشتغل لوحاتي الجديدة، طلعوا معي هالتسجيلات. بالشغل الجديد تبعي يلي بيرسخ لعله الواقع شوي هلأ، الدمار شوي، المنظر السوداوي ببلادنا، بحط هالتسجيلات اللي سجلتها من قبل 5 سنين. قطعة فنية عم بتجسد الواقع الحالي، وبالقطعة في تسجيل اللي بيجسد الواقع الماضي، وبين الماضي والحاضر انت اخذتي المشاهد برحلة استكشافية تقيلة عاطفيا. انا بتذكر اول مرة شبكت الصوت بالكولارال دامج بالأدان، انا وزوجتي بكينا عم بتشوفي دمار بلدك. اول شيء بدي اقول لك، انا يعني الواحد يجسد دمار بلده بايده يرجع يبني ماكيت تيأرجي العالم، هذا شيء مو سهل على اي فنان انه يطالع صور الدمار وصور الدم والتشريد ببلده تيستوحي منها
التفاصيل ويرجع يبنيها بهالشكل العالي الدقة ويحط فيها صوت هو أخده بإيده من بلده قبل الحرب. مشاهدينا، أنا كورين فرحات، أرحب بكم. شكلت الحرب السورية منعطفاً مهماً في فن محمد حافظ بما يعكس حجم المأساة الإنسانية في بلاده التي عانت وما زالت تعاني منها جراء الحرب التي مزقتها. وأدخل في أعماله تسجيلات صوتية سجلها بنفسه في آخر زيارة له إلى سوريا قبل الحرب ليمتزج قارب الموت الذي يحمل اللاجئين مع صوت المؤذن وضوضاء الأطفال في محيط الجامع الأموي وأصوات أجراس الكنائس، فضلاً عن مجسم الدمار الشامل وغيرها الكثير، بحيث عكست أعماله الفنية التنوع والتسامح الديني في سوريا ما قبل الحرب. هي طريقة التعبير عن الذات، طريقة التعبير عن الألم. واحد يشوف هالتراث وآلاف السنين عم بتحول إلى غبار قدام عيونه. وفي سذاجة أحياناً عند الإنسان بيفكر إنه الحروب والمآسي بعيدة بعد تام عنهم. فأنا مؤخراً يعني بلشت أحكي شوية قصص شخصية عني وعن عائلتي ومستوحاة من قصص لمقربين جداً عني هاجروا وركبوا أحد قوارب الموت هاي. الأمر بيأخذ بعد آخر. فأنا بخلال القطعة الجديدة اللي سميتها Desperate Cargo حبيت أحكي فهم الناس شوي شو الشيء المأساوي على الأرض اللي يدفع الناس إنها تهاجر بهالشكل هاد. Desperate Cargo هو قارب من القوارب اللاجئين منفوخ مقلوب رأساً على عقب وكأنه غرق ومعلق من السقف مثل هالشعب المنسي معلقين لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. وبالكافيتي تبع البوت بتشوفي نوع من العمار اللي مدمر بجوات القارب. لما تتفحصي القطعة تطلعي فوق بتشوفي الطيارات الحربية وهي عم تقصف وفيها ساوند سيستم تسمعي القصف يحدث متاخد من فيديوهات مأخوذة من أرض الواقع لإعطاء فكرة إنه هاي الناس اللي عم تقطع المتوسط هدول هربانين من الإرهاب في بلادهم. أنا كفنان بعيد عن السياسة أنا بشوف إنه العالم عم بيعيش مأساة ضمير عالمي. طبعاً أنا ما فيني جسد المأساة الحقيقية هي الروح البشرية لأنه ما في شيء أثمن من الروح البشرية، لكن فيني جسد نوعاً ما المدن يلي حضنت هالروح البشرية الحلوة يلي فقدناها وأكتب لك ادخلوها بسلام آمنين آية من القرآن على هاللوحة. أنا ما فيني أقول لشخص فقد ثلاث ارباع عائلته ما فيني احكي لغه انسانيه، بدي احكي بلغه الهيه
لأنه بس اللغة الإلهية هي اللي بتبرد هالنار اللي جواته. من كمية الآلام اللي صارت عنا صارت الجدران عم تتكلم بحد ذاتها، والجرافيتي هي أحسن طريقة لهالجدران تتكلم. لما تكون اللوحة مثلا تجسد دمار وتلاقي بنص اللوحة مكتوب وقال ربكم ادعوني استجب لكم، نوع من الأمل بمزاولة الحياة، نوع من الرسالة اللي أنا عم حاول أعطيها كمان لشعبي أولا، إنه في أمل بإذن الله. كلمة الحمد لله بحب حطها بأعمالي لأنه هي كلمة عالمية ويونيفرسال، لأنه الحمد لله ما ممكن الإنسان يتعايش مع واقعه السوداوي الحالي إذا ما قال الحمد لله. لوحة يا مالك الملك بتجسد شوية وجع على الشهداء اللي كانوا من الأطفال، يعني to him we shall return is مثل واحد عم بيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. internal conflict هي كيف الإنسانية عندها قابلية إنه تجزئ حالها وتصير الناس تسألك أنت مع أي طرف. ما كان عنا تفريق بين مسلم وسني وشيعي ومسيحي وطائفية، ما في هذا التناغم طول عمره بحياتنا موجود بالشام. بعض اللوحات متكرسة لتبيين هالشيء. الأمر أحياناً بيبدأ يا أما بسكتش أو أحياناً بلاقي المواد اللي عم حاول استخدمها. معظم شغلي متاخد من قطع خردة، بجوز أنا لاقي قطعة خردة تكون مصفاية ولا شيء، تكون هي مصفاية اليوم بس أنا بعد ما أخلص منها بجوز هي تصير منخل لشي شباك. بطبيعة الحال حبيت الشغل يكبر وثلاثية الأبعاد تبعه تكبر معه. هذول الحشرات من الشام، هذول كتير مهمين بالنسبة لي، بيهمني كتير إني دخلهم بشغلي منشان يكون في قطعة من الشام بكل قطعة بعملها. Mama, I don't know how to swim is installation. بدأت مع بعض الأطفال اللاجئين القادمين مؤخراً لأمريكا. العمل بيسلط الضوء على خطورة الرحلة قطع البحر المتوسط وكمية الناس يلي دفعت حياتها ثمن لهالرحلة. 120 قارب ورقي، كل قارب بيجسد تقريباً 62 شهيد معلقين بخلابات صيد يشبه القنابل اللي ساقطة من السماء وعم بتشدهم تتغرقهم بهالبحر. Oh.
ريفيوجي نيشن، أو بالعربي فيك تقولي أمة المشردين، أمة اللاجئين، هي قطعة فنية بتحكي كمان عن الصورة الجديدة لمدننا، كيف انتقلت من مدن جميلة وتاريخية إلى تشكيلة دمار شاسع وآلام وذكريات حاملينا بهالشنتاية ومهاجرين فيها. القطعة بحد ذاتها فيها تسجيل صوتي أنا أخذه بإيدي من الجامع الأموي قبل الحرب. سوريا بالنسبة إلي هي هويتي اللي أنا عشت عطشانها بالغربة، وهي هي الشيء الحلو اللي أنا بستنبط منه الوحي لأمل جميل بالمستقبل، ووحي لقطع جديدة بشغلي. بيكون شرف إلي إن شاء الله إذا رجعت يوما من الأيام وكان إلي دور بإعادة بناء هالبلد الجميل. بس اللي بقوله لأهلي وأحبابي، بإذن الله حترجع سوريا مثل ما كانت وأحسن. في النهاية أشكركم على المتابعة وأذكركم بصفحتنا على الفيسبوك المجلة شو. راسلوني على إيميل البرنامج المجلة@الحرة.com، وبلاقيكم الأسبوع المقبل بنفس الموعد.